مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في هذا الموجز الرياضي. والبداية بالمنتخب الوطني المغربي، حيث من المحتمل جدا أن يتوجه بدو الزاكي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري صوب الديار الإسبانية للقاء الحارس المغربي منير مهند، وذلك بغية إقناعه بحمل قميص وسود الأطلس في اللقاءات المقبلة. وحسب مصادر شوف تي في، فإن الجامعة بدورها مهتمة بشكل كبير باللاعب مهند الذي يحرس مرمى فريق نوماسيا الإسباني، متوقعة بأن يكون لقاء الزاكي مع الحارس مهند في إسبانيا لقاء ناجحا، وأن يبدي موافقته بحراسة عرين المنتخب الوطني. وزادت مصادرنا أن بدو الزاكي والجامعة يسابقان الزمن لأخذ موافقة الحارس مهند، وذلك لقطع الطريق أمام المنتخب الإسباني الذي أعلن في وقت سابق رغبته في الاستفادة من خدماته. وفي موضوع ذي صلة، فقد كشف مصدر شوف تي في أن مسؤولين في وزارة الرياضة بغينيا الاستوائية راسلوا سكرتارية جامعة فوزي لقجة، وذلك من أجل تقديم يد العون في كان 2015. وأضاف المصدر ذاته أن غينيا الاستوائية طالبت من المغرب إضافة إلى مجموعة من البلدان المجاورة المشاركة بما تكتسب من خبرات من أجل إنجاح النسخة 31 من كان 2015. مسؤولي وزارة الرياضة لم يحددوا نوع الطلب من الجامعة، لكن من المتوقع أن يكون متعلقا بتسخير تجربة المغرب في تنظيم مثل هذه التدورات الرياضية. ومن المحتمل جدا أن توافق عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث سيشكل هذا الطلب نوعا من الإحراج لعيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، الذي أصر على تنظيم العرس الإفريقي في وقته على الرغم من عدم جاهزية غينيا الاستوائية لاحتضانه. وعن جديد البطولة الوطنية، فقد طالب رشيد الطوسي مدرب المغرب الفاسي من المكتب المسير انتداب 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري. الأول يشغل مركز ظهير أيمن، والثاني متوسط ميدان دفاعي، والثالث على مستوى الخط الأمامي. وعلى الرغم من طلب الطوسي بانتداب هؤلاء اللاعبين، إلا أنه أبدى ارتياحه للعناصر الفاسية، وذلك بعد أن كون فكرة عن المؤهلات التي يتوفر عليها الماس. وكان الطوسي قد وصف التعاقد الأخير للنادي مع المالي إبراهيم سيديبي بالناجح، وذلك لمؤهلاته البدنية والتقنية التي أبرت الطاقم التقني للنادي. ونغير الوجهة إلى مدينة ابن حمد، حيث قضت المحكمة الابتدائية في المدينة منح الصراحة المؤقت لثلاثة أشخاص محسوبين على جمهور الوداد البيضاوي والمتهمين بأحداث شغب ما بات يعرف بمنطقة 3 لولاد. وكانت المحكمة قد أمرت أول أمس الثلاثاء بالإفراج عن 8 معتقلين وداديين متهمين في أحداث الشغب التي أعقبت مباراة أولمبيك خريبكا والوداد البيضاوي الأحد الماضي برسم الدورة 15 من البطولة الوطنية الاحترافية. ونختم موجزنا الرياضي بالخبر التالي، حيث اقترب نادي الجيش الملكي من فسخ عقود بعض لاعبيه والذين لم يقدموا مؤهلات فنية مقنعة خلال الفترة التي قضوها بصفوف الفريق، وبمقدمتهم حسام الدين الصهاجي وتوفيق جروتن. ويسارع مسؤول الجيش الملكي لإيجاد وجهة مثالية لتسريح اللاعبين المذكورين قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية ما تم الشهر الجاري. كما يرغب مجلس إدارة الجيش في التخلص من لاعب ثالث وهو الغرباوي الذي كان قد استخدمه من مولودية وجدة الذي يمارس بالقسم الوطني الثاني. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء.